طابلة هكذا ومنا وكوفر فور طمنت قلت صح كرسي مطرحي تو سي نورمال بصح واش يدير كوفر فور هذا في الوقت هنا واش واش يديروا في كوفر فور تخبي الذهب تخبي الدراهم واش دير بدراهم عندك ما دير بدراهم كي تجي تخرج من سما انتربولي كوفر فور هذاك خدمت خدمها لي كي تجي تخرج من الدار هذيك شريت عند واحد تبع هكذا يبيعوا دي تريك تاع الارتيزان جوج دراري ولا شريت عند واحد دي تريك عطاو لي ان بوام كيما لو بوام اللي كان يقرا في الفصول دوني ان بوام اسمه ميك بي مادو قاعد نقرا في البوام هذا اي فينالمون هذاك الكوفر فور واش كانوا يخبوا فيه لي ميروار اي دي باني مشا مشا مشطات ومرايات مرايات فينالمون علاش كانوا عندهم مشطات والمرايات هو ماشي هو اللي كان يجري مول لي زيسكلاس مول اللي بحال شو يحكمهم لي تريبي بيناتهم يضربوا يكريو لهم لي بروبلام ومن يضربوا تريبي تحكم دي بريزوني تاع لا تريبي الاخرى تجيبهم لهذاك الكوموندو هو يمد لهم مشطات ومرايات فوالا لو بي جزاء تاعهم ريكوبوس ريكوبوس اللي كان في الكوفر فور هذا ماشي هو اللي كان يجري موراهم ولا الرجال تاعهم هما اللي كانوا يضربوا بيناتهم ويجيبوا الوغ هذه علاش حكيتها لكم سيتي لا بريمير استوا اسمح لي في الفيلم تاع روتس سيتي لي اللي كانوا في مراسي مونتر مونتر سو تريك لا بلي سي دي نوار كي اطراف بيوي علاش الخلاصه علاش انا حكيت هذه الاستوار سي بور ان تريك تري امبورطون قلت لك لو مال لي اون نو لو كان اسمع لو كان لو كان لو كان نجدهم لو كان لقاونا سوليد صحاهم ما يدخلوا ما يريحوا هكا كانوا يضربوا ما بيناتهم بما بيناتهم يتقاتلوا حنايا حاجه ثانيه زبل بورتون زعما مش ليمي معليش معليش بصح كاين حاجه كي طري طري امبورطون دون ليسوار دو لومانيتي لو بوبلمون دي موند ياك مودك هذا واش باسكو ربي اللي قالها ماشي فيلسوف سا سي كوم سا ما شوفش صح بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الايام نداولها بين الناس كما نقول صح باسكو كنا نحسبوا لا سيفيليزاسيون تاع لاندالوزي 7 سيكل 83 سنه نبداو نحسبوا بلا ريفوليسيون اندستريال تاعهم دوك شحال عندنا كي دخلوا شارلو كان في 5 سيكل كي دخلوا شارلو كان كي دخل شارلو كان مع ايزابيلا كاثوليك رجع لهم لي كلي تاع لا لومبرا هالومبرا سي مانيفيك حاجة سي اكسترا اوردينار شوف كومو يزون ابريفوازي لو الماء كومو يلا ابريفوازي اللي جابوا الماء والداخل مام مام كي تجي داخل هكذا في الدروج كاين دي زا هذوك اللي تحكم زعما تحط يديك سي دو لو كي كول تما لي زوروجي قاتلو يما قاتلو بلوغ قاتلو اون اكسبريسيون بلوغ كوم اون فام سي كو تو نا با بو سوفي كوم ان اون سا مير رفض الزوايل تاعو لي كالكو تروك كي ريستي هكذا ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله ايه هو ابو عبد الله ونهار طارق بنو زياد دخل نهار دخل طارق بنو زياد تما شوز كي تري امبورتون هو الحق طلع طلع مع الرجال تاعو الفوق 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 ومن بعد بداو يلعبوا من لوريون بداو يلعبوا الحق ريبريزونطون تاع لاخر ريتو دالهم اون طابل اون طابل اورني دو بيير بريسيوز قالهم بلي كا قالهم انا اللي تما انا اللي لحقت لهذيك الجهه هو طارق بن زياد هو لحق قبلو نحى ان بي لهذيك لا طابل لا في 4 بي نحى ان بي خاطر هو كان ناشوفال مع الرجال تاعو ما يقدرش يدي معاه طابله كي لاخر لا روفونديكي لا فيكتوار قبل طارق بن زياد في الطابله هذيك طارق بن زياد الى رابروفي بلي قال لهم اللي هو لو كاتريام بي لو كاتريام بي سي لوي كي لافي سا ودير سي لوي كي طاريفي مالوروزمون هذه الاتحاد ولا جو رجوا البروفيسور قبيله كي قال الانتيليجونس تاع فو زافي باردي دو لا لومبرا شاك جور selon la rotation du soleil, de la Terre, tout ça. Chaque jour, le soleil pénètre par une porte. Il faut 365 fenêtres.
Vous savez que les pharaons n'ont rien à voir avec les pyramides. Les pharaons n'ont rien à voir avec les pyramides d'Égypte. D'Égypte. D'accord. Ils n'ont rien à voir avec. Ils n'ont jamais conçu des pyramides des pharaons. Ils داروا الحكاية عليهم. J'ai écrit une poésie, un poème en français sur Hollywood. N'est-ce pas, t'as vu sur Hollywood? Le mot... Le terme est historique. Non, historique. Parce que ça remonte à des siècles et des siècles avant Jésus-Christ que cette appellation existe. Hollywood. Et oui. En français, c'est quoi? Le bois sacré. Le bois sacré. الخشب المقدس المقدس alors on va faire un lien une industrie de cinéma on se met le bois sacré quelque chose qui tourne pas Hollywood bois sacré de toutes les maisons ta magie maléfique a ébloui les esprits et les raisons. On a fait de toi des totems pétrifiant toutes les âmes des saisons qu'on a adorées avec cœur, chorale, hein, avec cœur, par des vrais pleurs de diverses occasions. Hollywood, bois magique, depuis Judas du temps, ta sainteté hypocrite a créé des mutants que le monde a acceptés sans votant. Que faire des votants, puisque Judas a fait le votant. Les juifs derrière tout ça, la belle que. Ouais, t'es que ça, Haya Oustad. Hollywood, tes artistes ne cessent d'avaler et d'applaudir. Ils ont façonné. Comme des idiots d'anarchistes, conditionnés par les faux dires. Ils vénèrent les Kabbalas, les démons et les riches fakirs, comme de naïfs bouhalad d'une confrérie qui s'apprête à nuire. ربك تقراها مازال لا كونفري دو لا كابال مازال هذه كتب عليها جاكاطا لي كابال شوف لي كابال سي دي ليفر اون ليز ابيل لي كابالا لي 12 توم كتبهم ان رابين او طون دو سالومون باسكو هذا في وقت سيدنا سليمان يا ان رابين واسمو اسحاق الكفيف اللي تي ابيك اخطر كتب كتبت في التاريخ اون ليز ابيل لي كابالا وخرجت من ميم دي سيكت دي كونفيري لي كابال هاد الكتب مازالو جوسكا بريزون كي سي سكو شيرشي لي شوفالي دو توم لا فرماسونري اي وي مسيو او ما لا حكايه ماشي هكا برك جاكا طوبي ما بارلي مدروسه واش دا جاكا طالي هادي ماشي عليهم ماشي جاكا طالي Il était le conseiller de Mitterrand. Jacques Attali, il est juif. Il est franc-maçon. Il est illuminati. Pire. Et il est sioniste. Il faut bien lire Moucharakets. Justement, comment il a manipulé les musulmans comment ils ont manipulé les musulmans en Andalousie. C'est lui qui en parle. Asma. En tant que juif. Asma. Hollywood. Des dessins animés. Les dessins animés subjuguent filles et garçons par la culture du sexe et la mondialisation des leçons. Tu leur as fait oublier la saine lecture et les bonnes façons. Que ta magie soit maudite, bois sacré des francs-maçons. À travers les dessins animés, aujourd'hui en politique, PFM et CNews. Il façonne, c'est normal, il façonne. Est-ce que nous avons le pantalon le plus vendu au monde? Monsieur Google, très attention, qu'on a l'homme, cher. On a dit Google, très attention, il faut faire très attention. C'est très important. Très important. Ah, Cheikh Naya. Ya Oustad, bien que m'en avait un.
les deux juifs, ouais. Alors Lévi et Strauss. Lévi et Strauss. Et Strauss, ils étaient en Europe. Ouais. Ben, les ors émigrés vers l'Amérique. Ah ouais, trop bien, trop bien. Ils ont émigré, voilà. Ils ont fait des vidéos. Ils dans une ville. ماشي كيما حنا نروحو للسوق نشريو نو هما يدورو لو بير كون نو بوسيد با ا كيلكان كي اون بوسيد سا سيتي لافير ودير انت تحليل والله جماعة انا يبارك الناس المتنافسين شوف الناس كيش تخدم كي دخلوا الامريكان يشوفوا في لا سوسيتي كيفاش باللي لو شومان دو فار راح يدخل للامريكان باسكو بدا في اوروب وكي يدخل لو شومان دو فار واش راح يصرا؟ لا ديليجونس تموت لا ديليجونس شنو لا ديليجونس؟ باش نخدمو مع هاد لا ديليجونس يا دو بوا يا دو فار لا باش لا باش لو توا تاعها سي دو لا باش داروا توت اون بروباغوند واش يصرا تكدس لا باش هذيك حبست واحد ما يشري السلام عليكم ورحمة الله وبداو لا بروباغوند ايزون برادي لي بخي بغادي حطوهم كيما حبوا كي حطوا لي بخي داروا سكون ابل لو سيستيم بانكير ما عندهمش دراهم واش كنت نقول لك فوندر اون بير كومبوزي ما عندهمش يروحوا للسيستيم بانكير جابوا دراهم باسكو لي بانك تاعهم جابوا دراهم ايزون اشتي توت سيت باش اللي كانت في الامريكان ايزون كونسيو ان بونتالون سماوه ليفي ستروس لي دو زامي ومن بعد خداو les plus belles في et les plus beaux garçons là la panne et ça a commencé la mode défilé de mode sur la défilé le solo ma défilé ça au tel point que les grandes villes ils chauffent là et par le conditionnement hein et voilà ce que ça a donné le bon talent le plus vendu c'est devenu un mythe gars je vais partir ça je vais vous laisser une seule chose le premier mot qui habite la religion musulmane c'est quoi yaqra اقرا باسم ربك انا اقرا باسم ربك الذي خلق سامحني سامحني يا اخي الحاجه الاولى هما واحد ما قراوهم الانتيليجونس هذه قالت هما قراو القران كاع سيس القران سيس ما حبش يروح اه وي هذه هي جماعتي هما عندهم حاجه شيخ هما عندهم حاجه يقولوا قال لك حنا اون ان بوبل سلام عليكم اون كونداني ا روسيا سيد داني أو هذا ستاتيستيك تاع 2017 هو في الظلم ربي سبحانه وتعالى خليه يكمل تاع ستاتيستيك اسرائيل مش اليهود ماشي كيف كيف الشيخ عندك شوف عندك العبريين حاجة وعندك بنو اسرائيل حاجة وعندك اليهود حاجة سي ديفيرون بنو اسرائيل هما اللي افون بنو اسرائيل لافي دي زيبر بنو اسرائيل شكون هما ولاد سيدنا يعقوب يعقوب هو اسرائيل نعم C'est un mot composé en hébreu, Israël, ça veut dire le champion de Dieu, c'est tout. Le champion de Dieu, Batallah. Romain, c'est pas ce qu'ils disent. Et c'est normal. Romain, qu'est-ce qu'ils disent? Les autres choses. Non, non, le mot d'Israël, c'est quoi? Romain, Romain, il dit que c'est un mot berbère, c'est un mot. Smiley. Il dit que. Israël, c'est a vu Dieu. Isra, en Kabyle. Et voilà, Isra, Yel, c'est Yello. Yel, c'est la première chose. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Yemma Binet. Tu m'as bien. Hein? Il dit que Yemma Binet, tu as. Tu as Goura, ya. Yemma Binet. Rien que dans le français. C'est pas bon d'aller comme ça. نهضروا لابيلاسيون لافونيتيك 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 اسمعني مليح باسكو هي واسمها ام البنات ام البنات ام البنات فونيتيكمون عطاوها اسمو ايما بنات يما بنات سي ام البنات سي اون هولنداز عبرايل ديال الاسلام ديكلوتيكي دو اسرائيل ديكلوتيكي كاين لا فونيسيون باش نعيشوا لهنا في بلادنا يا شيخ اسرائيل اشماعيل اسرائيل اشماعيل المعنى ديالها ديو لو شوازيرا يعني اسرائيل ديو لو شوازيرا وعندها معنى وفضوحه ناس نيويورك اسلام يعطي له معنى ليكزيستونس تاعو هذا واش المفهوم تاعو اشماعيل معناتها ديو لوطونطا
وعلى هذه يشمع اسرائيل هو يعقوب يا اسماعيل ديروا عندهم الاداب بزاف ويسموا الاداب ويريبونديو لابريير هذه. انا دخلت في اللغه العبريه دخلت فيها وبحثت وجاي دي كونيسونس عليها. المهم واش كنا نهضروا يا ربي ما نخرجوش في كولا سوليسيون باش نعيشوا هنا انا البنات ام البنات ام البنات وحسب ان لا تكون فتنه ربي قالها في القران. دير كل السعمة باش ما تكونش فتنه وما زعما تاعك اون ميم طون نقول واحد الحاجه لو بلوس يكون لو بلوس يكون السلام ولا بروسبيريتي لو بلوس لا فيونس اللي جايه كبيره هذه قاعده سمعت في الايه قالوا فحسبوا ان لا تكون فتنه فصموا وعموا. لا 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 ما كاينش الفتنه ما كاينش الفتنه دير كلش ما تكونش الفتنه مع ان خرج تكون الفتنه باسكو ربي قالها ولا نبلونكم حبيتها ولا كرهتها ولا نبلونكم قد ما تكون لا 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 باش نفهم بلي راكو تسمعوا ربي يقول سبحانه عز وجل كلما وقدوا نارا للفتنه اطفاها الله. الحرب كاين الفتنه كاين الحرب كاين الحرب اطفاها الله هي أشد من القتل. أشد أشد من القتل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. هما بنو هذوك هما أولاد يقول لك. باش نتفاهموا حاجة. على علم على العالمين. باش نتفاهموا حاجة. اختارهم على علم عطاهم علم. اللي معليش يا شيخ بصح لازم نعرفوا أصل كل كلمة. كل كلمة لازم نعرفوا المعنى والأصل منين جات. باسكو بزاف الناس يقول اليهود. على بالك بلي تسميه جديده في التاريخ مش قريبه بزاف هذه الكلمه اليهود ايه اليهود في كوان اليهود لا لا قديمه اليهود يقول لك اليهوديه قديمه هذيك يا شيخ فيدنا شيخ دوك انا راح نطرح سؤال منين جات الكلمه هذه معلومه منين جات الكلمه مثلا النصارى منين جات الكلمه تاع النصارى 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 جات القرآن مانيش نقولوا ماهيش مذكورة يا شيخ القرآن هو عنده شحال بارابور بارابور وقتاش بدات الدنيا لا نوسيون دو تون نصارى سي نازاريت جيزي دو نازاريت كاين بزاف الناس ما على بالهمش شتوما علاش نقولوا النصارى ولا نقولوا الدين النصراني باسكو تو سامبلومون سيدنا عيسى عليه السلام زاد في بيت لحم كي كبر انتقل من بيت لحم الى مدينه الناصره نازاريت سكان مدينه الناصره نقول لهم النصارى ومن بعد اليهود قال لك خرج الدين الجديد هذا سموه الدين النصراني نسبه الى مدينه الناصره تري بيان لي ديبي في لي ديبي نهار سيدنا عيسى جاه الوحي واعطاه ربي الكرامات عليه السلام ولا يبرئ الاكمى والابرص للبرو كان يمسح عليه ولا الدين المسيحي او الدين النصراني سي تو سا سي دي زابيلاسيون نروحوا لليهود سي لا ميم شوز ستادر بعد ما سقطت ماشي سقطت زالت مملكه سيدنا سليمان عليه السلام كي ا دوري 70 زون يا يو اون ديسيدونس او سان دو رويوم صارت حروب بيناتهم شكون راح يدير الحكم باسكو هما يسون ديفيزون اون 12 تريبو واش يصرا لا تريبو دو جودا لا تريبو دو جودا اللي هو يهودا بالعربيه الى في ابيل ا دي رومان عطاوه السلاح والجند وكذا يا يو دي باتاي بيناتهم واش اسمح لي سي لو ميم جودا كي افوندو لا 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 اون بار دو جودا تريبو اه داكور داكور باسكو جودا شكون هو وليد سيدنا يعقوب عليه السلام واسمو يهودا اللي دار المكيده لسيدنا يوسف يوسف عليه السلام جو بار لي ديسوندون تاع تريبو حسب شحال حسب انت من وقت سيدنا يوسف حتى سيدنا سليمان سيدي سيك لي ديسيون سكيفي كيس كي سي باسي يا اون ديسيدونس صارت حروب بيناتهم لا تريبي دو جودا كي افي ابيل ا دي رومان تو كي تحاربوا لو رويوم سي ديفيزي اون دو لو رويوم دو جودا اي لو رويوم ديزرائيل
مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. لي جون دو رويوم هذا سكان مملكة يهودا واش نقولوا لهم؟ اليهود. اليهود. سافو دير باللي كلمة جديدة في التاريخ وقاش داروا هما؟ قال لك لازم نديروا الدين خاص بنا حنا ماشي كيما مملكة إسرائيل. هما اسمح لي أستاذ هما واحد فيهم لي فامي هذوك ما بيو يورث المملكة الأوريالية لرويو دين داود وسليمان. واحد ما راح يورثها باسكو سليمان عليه السلام. ولقد فتنا الله عز وجل في القرآن يقول ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا فخر راكعا ثم أنا. قال ربي أربعة. اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شبه C'est-à-dire, Bakash. Après moi, c'est le seul qui va essayer d'irriter Solomon à la fin du temps, ça sera l'Antichrist et le Dajjal. Il va essayer de faire le haqq. En réalité, toutes les familles d'Israël, les 12 tribus, les 10 ou la Wishqad ou la Wishqa, واحد فيهم راح يقدر يورث هذا من بعد سيبا سيبا هذيك ما تسمع سليمان من بعد يجولي فيليستان. الفلسطينيين مش الفلسطينيين الفلسطينيين سي دي اوروبيان جاو من ليل دو كريت جزيرة كريت هذه اللي موجوده دخلوا سيتي دي نافيغاتور سي بشير صحراوي سي بشير صحراوي استاذ بشير صحراوي اللي راه معنا وداروا داروا ان رويوم اللي تقولوا فيليستين باسكو اللي داروا سيتي لو غران فيليستان اللي تي غوفرنور كبر المنطقه ودار رويوم سماوه فيليستين وخرج منهم غوليات جالوت وقتل داوود جالوت سبحان الله سكيفي ياو بوكو دي غير بين اسمهم الجويف باسكو داروا لو رويوم تاعهم مع لي فيليستان وشكون اللي كان شكون اللي ساعدهم؟ باسكو سي دي زنغرا الكنعانيين هما اللي حماوا اليهود من الفلسطين. وي كيما حميناهم حنا وداروا عليهم. بيان سور. ليستواغ سو ريبيت. وي ليستواغ سو ريبيت. يعطيك الصحة تبارك الله. كان الفلسطين ولا كان لا 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 فلسطين. سيت ان فلسطين. سيت ان فلسطين جالوت. اي فلسطين سيت فلسطين غوليات. شيخ استاذ كي نقول لك العبريين هما اللي عبروا البحر هكذا يقولوا شوف هي على سب لا كاسيون اللي راه معنا هو كما قال واحد السيد ما نذكرش اسمه قال لهم شرشال سماوها شرشال باسكو كان واحد خلاص بلا ما عرفت يقول كان واحد الفخ اللي ما كانش لا قول واش قال وقول لي انت واش قلت خويا تاريخ واش هذا اسمع خو قالوا سماوها شرشال باسكو كان واحد قاسهم الفقر من بعد خرج واحد الوالي من البحر وبدا يدعي ربي سحب بعدها جات الخيرات وكذا ومن بعد الناس بداوا يخرجوا يقولوا الشر شال الشر راح سيدي لا باغ كوا عاد مال بشير صحراوي قال لك عندك اون باج هم جماعة كاع قالوا لك الله يبارك جماعة قولوا سيت ان دكتور بعلم نحبش الالقاب لا ماشي لا شيخ قالوا لي سيكي شكون هذا قالوا لي شكون هذا الله يبارك يعني بشير صحراوي دكتور بعلم الاثار بشير صحراوي سيت ان غاد سي فري ولا بون جو سوي انثروبولوغ اركيولوغ بارك الله كمل خويا سيكي مسخره يا سعيد مداوي عطينا شويه من وسط سيلونس بوك يعطينا يسلموا عليك عثمان ليكيب ناسيونال كلمات كثير ليكم والسلام عليكم انا جبنا لكم خونا المباشر نعم الله يبارك موسوعه ومستوى لو غارغويمون فوالا هذا يعيطوا خرير ما جو بار لو رويسو لو رويسو اسمه الغدير رويسو شيخ تفضل شيخ لا نقول جلست قرب غدير اقلد صوت الخرير فقلد صوت الخرير كاني كنت الغدير دنوت منه وقلت ما خطبك يا خرير فتبسم وقال ما أحلى صوتك يا غدير تعجبت ثم لحت من الأحلى يا جدير
فتواضع وقال: كلانا أحليا يا عشير. تبسمت ثم رحت ألاحق الماء الغرير، فسايرني الماء جنبا كتوأمين في المسير. غادرت ثم عدت، غادرت ثم عدت أحدق فيه كالضمير. فنظر إلي وقال: ما أحزنك يا ضرير؟ ترددت ثم قلت: يحزنني الفراق المرير. فقال لي: ما معنى البعد إذا كانت الروح طائر؟ هاي بارك الله يبارك، ما شاء الله يسلمك، الله يبارك. وتعب مجدة؟ هذا سنة فيها. سيبون ألوغ هذه تاع مجدة الرومي. من بينهم راح نذكر قصيدة واسمها علياء. نقول فيها: عيناها فيروزتان يطيب إليهما النظر، بوفاء تعكسان صورة وجهي وضي القبر. رموشها رموش غزال تتمايل كأعالي الشجر، يزيدها الكحل جمالا كسواد صخر فيها. ضحكتها خرير غدير تطربني كمياه الوتر، فتضحك نفسي وشفتاي وعيوني والعبر. بسمتها تحفة شفاه صممتها أيادي القدر، تبهرني في المساء وتسحرني وقت السحر. طويلة بزاف، نروح لفاك. لو أن الفوات يعود لاخترت يوم المطر، ففيه يحلى الوجود وبقرب يكون القمر. لو أن لأمر اختيار لاخترته طول المطر، ففيه تدنو البعود وفيه يغاث البشر. لو من كان ورائي عظيم لكنت عديم النظر، فما دام كان لئيم أصبحت أعاني الشجر. هذا قضاء القدر أرضاه دون ضجر، أحيانا نشكي الهموم فما نحن إلا بشر. أذكر لقاء علياء يوم بل لنا المطر، ففيه كان الضياء والشعر والنظر. الله الله يبارك فيك شيخنا. هادي راكو فوالا بجماعتنا، نقول لكم هادي باللي سمعوها بور لا بريمير فوق قبل ما تغنيها. غناتها عظيم. كملها لي. لو من كان ورائي عظيم لكنت عديما، ما دام كان لئيم اصبحت الله. باسكو بزاف الناس غلطين، يقول لك ان وراءه كل عظيم. قال دي توسا ميرسي بوكو. جو في فو دير واش كاين في القصه المعنى الحقيقي. ان وراء كل عظيم امراه، سافي دو كوا، سافي دو كوا، سافي دو كي لا سوفير لو مارتير. قول لهم يدخل في الجيل افيك سيت فام. قال لك عتما حتى نعلى هو يدخل في الجيل. فهمت واش المعنى تاعها؟ دايرو قالها لهم جاك بران نهار غنى نوم كيتبا، قال لهم شوي تخي ديسي باغ مون بوبليك. راحوا كاع كونتر بي، إيزون كخي كو سيتي اون إيستواغ دان شونسون دامور، نوم كيتبا. قال لهم نو، جي فولي لوغ ديمونتخي أو بو آني لا باسيس دان هوم أنفيغ لا فام. لاس موا دوفينيغ لومبر دو تون أومبر، لومبر دو تان بان، إي لومبر دو تون شيان. مي نوم كيت با. سي فيلوزوفيك، سي اوت شوز. هذيك الكلمه من قلبي، سي با بور با استاذ. هذيك تاع وراء كل رجل عظيم. الو راح نجي نقرا لكم بعض الابيات من قصيده تاع مجد الرومي. اون فوا لا جولي رويال دو لا لونغ اراب. لا فينيس. اه وي 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 وي. الله يبارك ما شاء الله. قصيده واسمها صدفه الاحلام. هذه قصيده راح تغنيها مجد الرومي. Dans cette poésie, je cite les sept merveilles du monde. Jouyeh Hadar. Ah, yes, ma'a.
على الشريعة الزوارق بشتى الأقلام. يا صاحبة القوس والسهام، أصبت قلبي فكثر عني الكلام، سهرت الليالي أناجي طيفتي لا أنام، فأنا مفتون في هواك لا ألام. يا هدية ربي ويا فيروز ذا الجنان، قد أسكنتك قلبي وألبستك فساتين الحنان، أطعمتك ثمار حبي وسقيتك بماء الأشفان، فأنت رفيقة دربي وأنت أنشودة في الأحزان. هيا قولهم راه واجد الاستاذ في وقت اللي رانا انا جماعة راهي من مالك موريال اودي انا راهم يشوفوا بوراس هذاك خومي مهداوي ربي يشافيه ان شاء الله مهداوي هذا خو عبد الرحمن مهداوي هادو شعراء المهجر شعراء المهجر يقول جماعة دي سميني تاوهيك عبد الرحمن مهداوي ني كربو الوشفا ودوك نولو الشيخ بيانسر كسر هكذا هما عم دي كيف نشون القاب انا اشنا حبيبنا دار عطيتو يا حبيبي عزيز احمد الرب أني عشت في زمن فيروز وسميح أيوب. إيوه. ميتيغون. قالوا نحمد ربي اللي عشت في زمن فيروز، لا شونتوش فيروز. والمتمة الممثلة القادرة المصرية سميحة أيوب. سي با قالها هكذا برك. نو نو نو. حاجة كبيرة فيها أبعاد. بيان سور. ألوغ هذه قصيدة ندخلوا في الجد. في الجد. ألوغ هذه قصيدة. خرجتها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول جاء الدين غريب وسيعود غريب فطوبى للغرباء. من هذا الحديث خرجت قصيدة واسمها الغريب. يقول فيها بسم الله نبدأ قول القصيد حودت مذكورة في كتب الصواب اذكرها في حديث رسول الحبيب خاتم الرسالة يقين الجواب المؤمن يصير غريب حاله صعيب في يده جمرة من سموم الهاب يحملها بضرور ضرر رهيب داري بالغربة وقرب الدهاب الغريب عزل وشكال ربه من جور الأهل والقراب هجرهم ومشاب فرد ويتمرمد وحيد فوق التراب طال جوعه وزاد غبه ونقص وزنه بكثر تعاب هايم في البرور الوحده يذكر في الله بحسن الرقاب الغريب ما فهم وقومه ما أخذ من نوع الملكتاب نبذو وسقاه بغدو وحربو بسيوف قطع رقاب تحجب وتوحد بهمو في وهود ما سكنت هذياب تسطر بشواك زربو وجعل الطيور هم صحاب الغريب رضان بتصيبو وحمد الله حمد الوجاب زهد في حياته بخياره زهد في الحياة بخياره واستغفر المولى وتاب ذكر رسول حبيبه وصلاه وصلى عليه صلاة تحاب يا سعد من سبح نهاره وقام ليله مع ركاب الغريب تفكر الشقاق وبكب سكوت حتى شحاب ظلموه تمنوا هلاكوا ونهشوا لحموا بحد النياب صبروا كبت شواق وفوض أمروا لعطي سباب الكل يدور في فلاكوا الجنة والنار ويوم الحساب الغريب ما طمع في غلة طمعوا في الله قرب الحراب كسبوا فطنا وفراسة وكلام رزين يعطي صواب فكروا ما فيه الطلة مخطوط بالرمل وقلم الثواب اللي يحسن الجلاسة يفهم القصد بلا جواب هذه قصيدة طويلة طويلة كاين بزاف الناس يقولوا راح تضرب في خط الرمل
واش معنى هذا خطر من واش معنى خطر من الشيء تمحى يا شيخ قالوا لك شي منقوص اللي يحسبوه كان يحسبوه السحر كان السحر السحر يقولوا هكذا كان يقولوا خط جناتي المغاربه يقولوا خط جناتي هذوك اللي كانوا في صحته هذا وكان يقولوا خطر من بلا بيريتي سي سوتر شو سماش بلا في السحر انا بغار واش راهم يقولوا سي كوا شيخنا هذا علم خاص واسمه علم الخط بالرمل ربي خصو سيدنا إدريس عليه السلام سبحان الله علم خاص أول من 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 شيد الحضارة سيدنا إدريس عليه السلام وفي مصر واش دار في مصر باسكو مصر بكري كانت حاجة كبيرة إلى بلاصي أن غوفرنور أن غوفرنور اسمه مصر بن مهلائي سي بو صح نقولوا مصر ما على بالناش واش لابيلاسيون مصر وهذا سيدنا إدريس دار عنده علم خاص ربي حطو مكان عالي كان عالي كان عالي حطوا في كاتريان الشياك كما راه عندي وما قالوا ما كان هو قال ما كان عالي وفي بلاصه واللي خدم اسمعني مليح اللي خدم من علم سيدنا إدريس وهو علم الخط بالرمل اللي مذكورين في القران كاين زوج كاين كاتب سيدنا سليمان آصف بن برخية انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك رمشت عين نجيب لك العرش تاع بلقيس باسكو قال له بسم الله الرحمن الرحيم قال له عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وقال له الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان هذا آصف بن برخيه كاتب سيدنا سليمان والدوزيام شكون هو سيدنا الخضر عليه السلام عليه السلام سيدنا موسى لم تستطيع معي صبر خدمنا على سيدنا ادريس سا سي تري امبورطون الوغ الناس دي فوا وتلقى اسرائيليات تلقى واحد الاسرائيليات يدخلوها اليوم جست لها واحد المركز دايرين دي زارتيزون دي زارتيزون كاينه وحده دايره شويه هكا ولقيت خلخال عندها خلخال واحد قديم سيتي بيان قلت لها والله يعني ما شاء الله عندك الخلخال هذا ولا غير مادام هي تعطيني معلومات عليه يعني سي كوا وشوف ايش تقول مسكينه قالت لي هذا على بالك نتاعنا حنايا بحال يعني بربر وما اللي داروه وكذا المهم خليتها هضره قلت لها بصح تسمحي لي لما دابو زات دون لو دومين يفوس دوكيمونتي قلت لها بون يقدر يجيوك اجانب انا نقدر راني جزائري كيما انت ما فيش بروبليم يجوك اجانب ويسالوك ولا تفنى ريان ابغى الخلخال هذا يا شيخ موجود من وقت سيدنا موسى عليه السلام لا كومونتا تخي لوان اي سي ابرو كوم ابيلاسيون هو اسمه لو خلخل Le kholkhol, en hébreu, ça veut dire le fer, le hdid. Et à l'époque où je connais Dero, les pharaons, les Mosraïens, la femme juive, ils diront le zoujmen, au zoujmen, pour la distinguer, ma le Mosraïa. Et en même temps, lorsqu'elle se déplace, il te dit, le khlak, il te dit, il te dit, il te dit, il te جيري صحراء سيناء او خرج واحد السيد قال لك على بالي يعني لا لا قول اخويا خرج السيد وهذا السيد خارج الوغ اللي دخل هذو بنو اسرائيل اللي دخلهم الارض فلسطين هو يوشع بن نون وهذا شكون هو يوشع بن نون هو فات سيدنا موسى هذاك البتي اللي كان كيكبر ولا في لا كارونتين ولا نبي نزل عليه اسمه ولا نبي ودخل بنو اسرائيل ابخي 40 طون ديرونس التيه باسكو التيه دام 40 سنة 40 سنة 40 سنة ليسونسيال ومن بعد هذا الخلخال كي داروا لو غوايوم دو جودا مملكة يهودا باش تشوف الخبث اللي فيهم
قال لك حنا هذاك الخلخال هذا الخلخول الخلخال المربع يرمز للعبوديه خلخال الخلخول اللي هو الخلخول الخلخول هذا باش يفهم اللي كان يرمز للعبوديه الاسكلافاج vous allez voir ce qu'on va faire avec. Ils ont fait un budget. Un très grand budget. هكذا تلبس خدمه مع الاولاد بالحديد ومن بعد بالنحاس ومن بعد بالفضه ومن بعد بالذهب. ولينا احنا نقولوا خلخالك مال يا طفله. مشكور. ايه. خلخال بورقلين. خلخال مربع. خلخال بورقلين. صالح باي. سيدي فينو. الوغ كيومو واش داروا به؟ داروا به ان بودجي كبير. بيه ولو بيجي خدموا بيه حتى نتوصلوا داروا لنا لا بروميير غير مونديال لا دوزيام غير مونديال 1939 1945 دول دو كوينسيدونس هادي باش جماعه راهم يسينيالي وما دابا طلعوا بزاف ليكور هكذا باش نسمعوا الحكايه كاع جماعه راهي تسينيالي هيا جماعتنا بوكو دو كور بوكو دو كومونتير هكذا باش نوروا لهم التاريخ ديالنا ليتوال دو دافيد سي دو بيراميد سوبركوزي هاك كي تقلبها سا دون دي ليتوال سيتي لو لوغو دو لا سوسيتي روتشيلد تاع لي شريف تاع الملكة نو روتشيلد لي روتشيلد اللي كانوا في لاكروند في بريطانيا باش يبرك لي بون كانوا واحد بزاف لي روتشيلد هادو لي روتشيلد هادو كانوا في مدينة أريحة لا بلوز أنسيان فيل في ليستواغ مدينة يهودية أريحة اللي جاو معاهم لي بوشنا ولي بكري و لي بنتفليكا اوسي اللي شاركوا في لا ريفوليسيون دي ماكابي ارتحلوا راحوا للاندلس وسكنوا في غرناطه غناد شيخ يا شيخ شيخ عندي واحد الاسئله قالوا لي يونس قال لك يونس شيخ قال لك يونس عليه السلام قال لك يقول له مدفون في تلمسان اذا راني غلط يصحح لنا الاستاذ شي كيستيون قال لك ولا راه غلط يصحح لنا باسكو الناس يتهضر في التلفزيون هادو منا هم يغلطوا فيهم هاد الانبياء هاد الانبياء هاد الانبياء من بينهم سيدنا يونس اسمعوا يا خويا سيدي بروفيت كانوا باكيتي لي ليون ما خرجوش من المنطقه تاعهم الوغ نعطيك حاجه اخرى فهم سيد او ماك قولوا في تلمسان كانت عندنا واحد الرمز كبير نعم الرمز تاع تلمسان هو سيدي ابو مدين ايه مازال شعيب ابو مدين بن الحسين الأنصاري الأشبيلي الأندلسي هذا قاع اسمه شعيب أبو مدين بن الحسين الأنصاري الأشبيلي الأندلسي اللي دو سيفي من أشبيلية انتقل دوك نشوف مع عثمان نقول انتقل إلى مدينة دوك نقول له لعثمان عثمان بعد عاود لي تاب جاي واش بنا هذاك الفاتيكو ايه انا مع استاذ جيبها نشوف جيبها معك لا دوموندي نشوف عثمان نقول له رونكونتري لي دو كرون شيخ اي اروح عايش في المغرب صح على سيدي بومبي لا عاش يا شيخ هذا اللي يقول لك ما عاشش يكذب شحال عاش فيه ما قعدش بزاف صح مانيش نقول لا هو لقى سيدي عبد القادر الجيناني لقاه في عرفات معليش حنا ماشي نهضروا ليتينيرير سي امبورطون ليتينيرير هو عاش في بجايا تقريبا مده 45 سنه معليش يا شيخ معليش بصح يفو فير برون دو ريسبي على ليستوار هاو جاز على المغرب ما نقولوش ناقص بعتولو لا شتاك عاش في المغرب وانا رحت للمغرب ودرت بحث كبير عليه شحال عاش واش هاي اللي نقول لك 10 سنين باسكو هو كيحبط من السي في ديال اشبيليا اللي كان اونفون كان دراري كان دراري صغير لافي دي بروبليم لافي دي بروبليم افيك سي سي فرير كي توفى الوالدين تاعو هرب دخل المغرب وخدم دار الرعي وخدم في البحر دون ان شاليكي دون طون كونكون كي كبر بدا يعاود يطلب العلم قالوا له ولا حبيت العلم نبعثوك لمدينة بجاية مدينة العلم والنور حبط البجاية أبو جي نصيرية ومن بعد كون جيش من المغاربة وشارك في معركة حطين مع صلاح الدين خيزة بغطب خيزة بغطب
هذه سي لا دوزيام كوليرا فهمت نهضر في الحرب حطين في الحرب يدير خيز بوردون راح يشارك في حرب سيتي لي كروزات ايه حرب معركه حطين هي اللي حرت القدس شارك فيها وتقطع لو بغا دووال وكرمهم سيدي اسمه صلاح الدين الايوبي وكرم هذا السيدي بومدين وجماعته بحارة المغاربة ودخلها في الوقف صافي ديك سان بارتيان لا كومونوتي هذه واحد معناها المنطقة تاع سيدي تاع تلمسان ما عاش فيها هو لما انتقل سلطان المغرب هذاك الوقت يعقوب اللي بعث له يعقوب اللي بعث له كي كان رايح باش يروح للمروك وكان انسان كبير في السن ومريض مات في منطقه العباد توفى فيها دفنوه وداروا اللي خدموا له المقام تاعو قريب من المزوته قريب من المزوته مي البروبليم وراه المقام تاعو البروبليم دو تو سان كاس يا با البروبليم المشكل الكبير اللي لازم نهضروا عليه انا درت دي زارتيكل في لا تيليفزيون في لا راديو في لي جورنو ما خليتش باسكو غيضك في تلمسان دوكا داروا اون ليجوند سماوها لا لاستي محلي ليراكيان هذيك ما كان سيتي ليجوند سي ترونسكري على بالك شكون سيتي طلعت ليها طلعت على بالك شكون سيتي اسمع شكون سيتي اسمع شكون سيتي لي سيتي لي سيتي شكون سيتي اون فامي جويف اللي كانت مع هاد اللي كنت نهضر عليهم في أريحة وراحوا لغرناد من غرناد دخلوا للماروك ومن الماروك دخلوا لالجيري وراهم في الدروما اسمع مي سيتي معروفة احكي مليح دارونا اون ليجوند لا لا سيتي اسمعوا جماعتنا يا سوخ سي جوي سي سيتي فيت دي ريشيرش في سيت فامي الوغ نساو الشمع نساو في سيدي بومدين الناس كي روحت تنسان القبله نتاعو ولات لا سيدي ماشي سيدي بومدين فيغ اتونسيون كيفاش داروها؟ كاينش بزاف هذه عثمان عثمان اليوم اليوم لو كان شوف المغرب علاش المغرب تلقى يديروا حصه كل سمانه ويحطوا سوى الديوان سوى الجد سوى المدح سوى يعني على الكلمة على الشعراء على المشايخ على إحنا هنا ما عندناش ما عندناش أنا كيفاش تحبي تثقف الشعب لو كان كاين مثلا كيما هكذا مع الأستاذ هكذا إنسان وشنو هي الثقافة أو يتكلم نصنتو هذه كاع نصنتو ونسكتو من بعد كل واحد دالته يقدر يتكلم ولا يمد معلومة عنده ولا ولا يسأل اللهم زيدنا علما رانا نتعلمو ياك رانا نتعلمو ناخد عليك تاخد عليا ياخد عليا ناخد عليه هكذا ربي خلق الدنيا هكذا ربي خلى الدنيا احنا ما عندناش هاد الشيء هذا ما كان ما عندكش حتى الوقت احنا خرج واحد راهو يجوز في كل خطرة وين يجوز راهو يضرب برك هذه قصيدة وراهم يسجعوا فيه الله عالم هذاك اللي كان يا عثمان عثمان هيدي ياتك خت بنت خت حميدة راضي ياه هاني دعيت وليد وقلت له جيبها معك حسين مشنوعة وليد الحاج الله يعاكمه هي الناس رايت فوسي لا لا عثمان الناس رايت فوسي ما يش من ليزافرماسيون صح أستاذ سامحني شوف هذه قصيدة على سيدي عبد القادر الجيلاني أسمع هذه يا أخويا أسمعوا هذه سي ليستوريك هذه كي تقراها حياته سيدي بومدين افون ابلي هما ماشي يقول لهم سيدي بومدين كرافا افون ابلي الوغ هادي سيدي عبد القادر الجيلاني عليك هاي ليك سيدي بومدين شعيب سا سي ليستوريك سيدي بومدين هو اسمه شعيب وليدو اسمه مدين سي بور سا اون دي بومدين ابو مدين ابو مدين هو اسمه شعيب لو بير دو مدين السلام عليكم سيدي عبد الرحمن تعالي بي لا لا اسمع تعال جيب خاطي فاتحه وعمي دعمه جيبهم ايوا تمشي خويا انت وخويا سيدي محمد بن عبد الرحمن الازهري الازهري بيرسونال موسكو
كاين واحد اسمه الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجة الكمان سيت ان بول بس ما تعرفوش يا زايرين مقام سيدي الخضر بالكلا سيدي الخضر بالخلوف الله يمن هو كان زرها من قبل قلنا سيدي بوني زارت ومسان ايه 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 بصح ما سكنهاش ما عاشهاش ما عاش فيها قاع الخدمة اللي خدمة في الجهة زيد مارييه افيك اون اثيوبيان مسلمان سيدي بوني اون اثيوبيان مسلمان دو هو نيفو جامي ايتي سيتي دون ليستواغ أول شهيدة في الدورة الجزائرية أن جامي تي سيتي دون ليستواغ أول خوميا بغدا حسب بن بوري C'est beaucoup de mausolées, c'est aussi des légendes. Une légende, c'est une histoire qui n'est pas étayée par des historiens, par des vérités. Par des lois, à chaud, ma sœur, à Douagui, ma sœur. Sur quelle base on déjuge l'existence de l'élastie, de mausolées, face à l'intérieur, la légende. Et on... Et on accepte d'autres. C'est des khaled, c'est des khaled. Je parle à l'autre couleur, pas... Vous savez, derrière ça, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle un doctrinement et un conditionnement. J'entends bien. La relativité, c'est tout. La relativité, c'est tout. Donc vous, Einstein. Oui, le MC, quand même. C'est Einstein. Pas pour citer sa femme, mais il y va marier. Tout simplement, parce que Roué, il est juif, sa femme, elle était roumaine chrétienne. Mais il y va marier. Il va avoir une pioche... très solide. Je parlais, je pose une question à un anthropologue. Je profite de l'Allemand. Je fais comment peut-on déjuger les gens et en laisser d'autres? Un problème, c'est le parcours. Même que tu fais la laisser, j'ai pu dénicher la personne qui a écrit. Alors, la personne qui est avec les clés de Je suis un peu plus jeune. واحد
روح مرحبا بك تلقاني هنا يا روح خويا. اهلا وسهلا خويا العزيز، مرحبا بك. بلا مزيتي خويا، بلا مزيتي، في امان الله يعيشك وفي ساهم خويا. سا سي دو لا فيلوزوفي. انا هنا جاي، انا رحت للسطيف، انا حبيت ندير برك هاد، رحت للسطيف لواحد القريه باجيرو سي لو نوم دو غوفيرنمون. هاد البلاد فيه دو في، فيه اون في رزيك فوق هاي الكروه فوق الشتاء، فوق الشتاء سي سطيف دو سود دو سي. كي رحت تما شفت جون فيها تحياتنا في ساليطاسيون ديالنا. واش فوالا جماعتنا حبيبنا وعندو قدم نفسك خويا سي لوشان خيام قالو لافا فوالا صح ايجو منا ايجو منا تو تي بوات في المارشي نوار. على كل حال في المارشي نوار مازال ما دخلناش المارشي اوفيسيال. فوالا هم لك الشعراء ديالنا اللي راهم الله يبارك. وهادي لارو لاف الله يسلمك. واش قول لي خويا نقول لك نفتح الزمان تاعها ونمشي من هذه صوري ثم مع من الفرق انطلاقا يزول وحش ويبرد الريح. ما عمرك شفتو معيني المشتاقة اللي بكات فراقهم بلا ما توري. يا لو كان جاب سطيح يتباع في السوا نبيع كبدي ونروح نشري، نشري نركب من ونضغط الشواق نخرق الزمان ونروح ليا مات بكري، نبوس لي الدين ونعنق العناق ونقول يا الحباب لا زيكون في صدري. لا تحزنش يا قلبي الزواج بالدنيا خلاص وطلاق، والله يجعل لينا فراق لي بقدري. يا مصعب نهار الدور ساقي بالساق تنكشف الحجوب ويزيح البصري. يا درا عندي في الجنه وراق وانا ورا الدنيا هي منجري، طلبت الحور وما عطيت الصداق وبالمعاصي موت السخ ضفر. الله ينجيني من ارض الزلاق شهاوي تزلق الجحيم وتعري، الفم بالقيل والعين بالتحداق والعمر يمضي بحال قلم بري. الله يجعلني للسمون ترياق وبرنس ستريك سيداري، ويجعلني مع الوالدين الحق حق بالجنه يكون فيها قصري. قصر من النوار يشعشع بالشراق ضايره به غابه من صنوبر بحر بحري، ويجعلني في ظلم العشاق يشرب من يد النبي يوم الحشر. والسلام عليكم. الله الله عليك خويا العزيز. الله يسلمك. عندك بزاف ياك سيكسايد يعني. شوفوا جماعتنا هاوديك هاوديك لا بريمير فور معنا في لمتنا، راك في لمتنا. شجعوا انا تاع لومبر يا خويا، نحب لومبر. الله 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 يا لازم كنا بانوا في الاضواء. الله الله وان شاء الله الاضواء تبان تبان خويا لازم. الشيوخ اللي يحبوا ولا يخدموا معاك يتكاو عليك. والله جماعتنا هاوديك وعنده القصايد وعندك الجد والله يبارك. واحد اماتير على زيد لي وحده صغيره زيد لي وحده صغيره وحده صغيره نخمم دقيقه صافي. يا شكار حليب خويا لازم ما تجبكش الحال وخرج خويا لازم هكذا حبيبي كمل حبيبي. واش من قيمه المنامه سراب يزور مع طلوع الصباح، واش من قيمه للندامه يوم الموت وخرج الرواح. مصعب ندامت يوم القيامه ولسون النادمين طلب السماح، يا ما كانت ترعد بالملامه نهار كانت تنطق الكتاب الصحاح.
المولوعة السباب والخصامة تضرب الأرض وتهجم المطاح. نطلبوا من الله العفو والسلامة، يبيض لنا الصفاح والواح، نديروا على لسنا الجمالة يخرج منها كلام القباح، وتكون قلوبنا كيف الحمامة، فرفر اسمها الخير بالجناح، لا تريد لا دنيا ولا زعامة، ما عندها لا مال ولا سلاح، تنطق غير بالعطف والرحامة، ما تعرفش سبان ولا صياح، تحط برجليها على كتاف اليتامى، تورينو بعينها طريق الرباح، زور الناس مبلية بالسقامة، تهدي لهم الفاكهة وشهد الجباح، وتمضي في طريقها للتهامة، مكة العزيزة ومدينة الصلاح، تسلم على ناس العز والكرامة، محمد وآل السادة الملاح. وترجع البيت هان بني في غمامة، تغني الأولاد هان شاهد الفرح، تغني الدنيا ما هي غير منها مسراب يزور معك الصباح. الله الله عليك وين عزيز جمعتنا وجيت هان مع الأدن تلع خويا العزيز قاتي خويا العزيز نقولكم جمعتنا صافي ان قرون بليزير حبيبنا رومانو وانت وين تسكن خويا العزيز؟ أنا بيزي بماريتين صانو بالبحر صانو بر البحر دلو طريق الله بيطالجيش. الله الله عليك خويا العزيز قبل الغابة غابة السلك وصلة بيطالجيش قبل الله الله ما زين ديروا قشره ان شاء الله هكذا جماعه نشوفكم في لا ولا غير جيت سوا سوا خليكم ما شاء الله خويا الجماعه كاع قالوا لكم ما شاء الله جماعتنا هذه هي لا رولا الجماعه اللي راهم يقولوا ما كاش لا رولا في سيتان جون ما الثقافة الشعبية الله الله عليك وين عزيز ولا جماعتنا أجل عصر سير وشاء